القائد نطلعوه هذا القائد ولا ما نطلعوهش؟ نطلعوه لو معاه شي ماتش. يلا نطلعوا القائد بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك شخبارك؟ الحمد لله، الله يسهل عليك اخويا هاني. انت من انا من المغرب ولا تونس ولا الجزائر؟ المغرب 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 ثلاث صغريب قصي فهاد الليل ديال المغرب في ثلاث صغريب. شكرا رضا. مرحبا مرحبا بك. منين انت؟ وريني وجهك ماك موريني كفاك. انا من مصر. الناس ما كديرش هكا، الناس كدير هكا. قاعد ارجل ارجل اشرب ارجيله. كاس رجل رجل اخويا رجل، الله يعفو عليك. انت زوينه تمام؟ الحمد لله. انت زوين لاباس عليك؟ ايه راك يعني دوز لشي حد. شوف قال لك الكيف مناولة مش مئولة. دوز لشي حد اخر يرد بلاصتك وجي عندنا نصبنو ونمشيو. انت مصري وما كتهضرش بالمصرية. انا بالكويت موجود. انت كاين في الكويت دابا؟ انت مصري مشيتي للكويت ولا اللهجة ديالك كويتية؟ ايه اكيد طبعا خليجي. كتسحب غير المغاربة اللي فيهم هاد الخصلات المصرية ولات فيهم. شحال ضربتي تمايا في الكويت؟ شحال جلستي فيه؟ والله انت تتكلم بسرعة مش فاهم. شحال المدة اللي جلستيها في الكويت وانت في الكويت؟ شحال المدة؟ المدة 14 سنة. ومقواك حنيني، مقواك مقواك اللهجة تبدل ليك حسن عوانك. مزوج؟ لا مو متزوج، بدور على بنت الحلال من زمان ما حصلته. يا حنيني ولات عندك الكش والسكسوكة ديال الكويتيين. يا حنيني انت طايح من الطيارة بحال بنت عمتي. طايح من الطيارة يعرفوا جاي من الكويت. اقول لك حلوة يا شسمه في حلوين. انت خصك اربعة مش وحدة. انت نخدم معك بالجملة. شكرا رضا. انت اسمك زوينة ولا شنو؟ انا اسمي زواج اكسبريس. انا بشتغل في برنامج زواج. انا خطابة، انا متزوجة وعندي طفلين. مش طفلين، رجولين دابا راه كبروا ولو طول مني. خطابة خطابة جيناكم خطابة. اي جيناكم خطابة نخطب لك من المغرب. شوف انا اللي عنده وحدة بعطيه ثلاثة، اللي عنده اثنين بعطيه اثنين، اللي ما عندوش بعطيه اربعة من الاخر. بس حلوين البنات المغرب حلوين. وحي ولا دابا عرفتي يا اخ اسمك القائد؟ قائد ديالاش انت؟ ديال الارجيله. اسمي محمد. محمد اسمك محمد. شوف محمد انت منين في مصر؟ انا من سوهاج. قام خالي شي وحده في مصر وجاي تما للكويت. وعلاش ما تزوجتيش؟ انا كنعرف السوهاجيين يعني راكم صعيده. دوك الناس ديال الصعيد كيتزوجوا مع عندهم 17 عام يلاه كينبتوا الموساج. والله الزواج ده نصيب، كل شيء نصيب يعني مو بالقوة. لما امك ما زوجتكش وخليتي المرأة تما في داركم؟ شو نسوي يعني؟ الحمد لله على كل حال يا زوينة. لا لا انا عارفك انت لما زويناش. انا سميتي سمية. يا سمية كل شيء نصيب. انت متعلم قاري ولا ما قاريش؟ قاري حسيفة يعني نص نص، ادوك بفك الخط بس. وشنو خدام في الكويت؟ شيفور ولا جارديني ولا كويزيني؟ شوفير شوفير. عقت بيك شوفير سواق حياتك كتموتو بالضحك. الله يبسخكم. الحمد لله على كل النعم وفضل. الحمد لله. هاد الاولاد عندك؟ نعم. شحال ديال الاولاد عندك؟ اي اولاد؟ اولادك اللي مخليهم في مصر. ما عندي زوجة، ما انا تزوجت قبل. انا مش مصدقك. ليش يعني؟ عشان انا صادق انت مو تصدقيني؟ انت حالتك كماتك في قرصك مكتوب عليها متزوج. لا شغل السن مجرد رقم عادي صح ولا لا؟ لا مش السن، الفيجورة. دابا انت شكلك عاطي على متزوج. ولكن غير باش نقول لك، اسمع يا اخ محمد، انا هاد اللايف ما نقولوش بس هنا، حتى على الفيسبوك واليوتيوب انا بينفضل نسجل عندي في الصفحه. يعني اذا عندك زوجه وانت نكرتها راح تشوفك بتنكرها. ما شاء الله قطه، تحس القطه يا معلم. ليش انكرها؟ ليش اكذب؟ ما انا على حرص في الزمان هذا. والمهم الا ما عندك الزوجه اجي دير ربعه من عندنا. عندنا فائض الانتاج في العيالات. والله العظيم شوفوا دابا راه فاش داروا الاحصاء. لا اذا بدك حنيه دقيقه بس كلم مع المتابعين ديالي دقيقه. لا اختي اميره ما قلناش الشيطات وبزاف راه عيقتي عاوتاني. شكلك مكتوب عليك كذاب. سير ودي رضا انا راضيه عليك.
اكيد زوجو في مصر خليو لهم على الدريس، ما عاد يصيفطوا لبرا والله ما صيفطوا مولا مزوج بالله نقول لكم انا كنعرف المصريين مزيان ماشي زعما تجربه يوميه. سمع سمع دابا فاش داو الاحصاء لقاو بان 3 الربوع عاد المغرب عيالات واربع رجاله، سافو دير راه كل راجل جا في حقه ربع العيالات. بالله ما تزيدوا معايا الهضره، ما تزيدوش معايا النيه، شرفنا فيك يا ماما، راه اللي ما شرفنا دارش فيك. العدود بقى في دارهم. باي 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 باي، جود لاك جود ارجيله، باي الله يمسخك.